مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلابي الأعزاء، يسر قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم درسا جديدا بعنوان ضرب كسرين اعتياديين. أهداف درسنا لهذا اليوم أن يضرب الطالب كسرين اعتياديين بصورة صحيحة. ثانيا، أن يحل مسائل حياتية على ضرب كسرين اعتياديين. بسم الله نبدأ. بداية أحبة الطلاب، أوجد ناتج الضرب. طبعا هنا نفس السؤال، سوف نقوم بحله بطريقتين. الطريقة الأولى، سوف نختار آلية التبسيط ثم نقوم بعملية الضرب. لاحظ هنا الاثنان والأربعة، كل منهما يوجد عامل مشترك وهو الاثنان. إذا نقسم الاثنان على اثنان يعطي الناتج واحد، والأربعة نقسمها على اثنان يعطي الناتج اثنان. الآن نقوم بضرب. اثنان ضرب ثلاثة يعطي الناتج ستة، وسبعة ضرب واحد يعطي الناتج سبعة. إذا ستة على سبعة. الطريقة الثانية لمن لا يستطيع القسمة بهذه الطريقة أو التبسيط، يقوم بعملية الضرب المباشر، البسط في البسط والمقام في المقام، على النحو التالي: أربعة ضرب ثلاثة ثم سبعة ضرب اثنان، الناتج هو 12 على 14. ولكن هنا سوف نقوم بعملية التبسيط، قسمة كل من البسط والمقام على 2 فيعطي الناتج 6 على 7. إذا لاحظ الفرق بين الطريقتين، ولكن الناتج 1. الآن سؤال حلو، شارك صفحة 115. أحب الطلاب، هذا المثال: لدى بدر قارئ إلكتروني يحتوي على كتب، اثنان على ثلاثة منها كتب علمية، أربعة على خمسة من الكتب العلمية هي كتب ألغاز. ما الكسر الذي يمثل كتب الألغاز على القارئ الإلكتروني؟ حبس الطلاب، لاحظوا أن أربعة على خمسة من الكتب العلمية وهي اثنان على ثلاثة، وأن كلمة من نقوم باستبدالها بعملية الضرب. إذن سوف نقوم بإيجاد ناتج الضرب، 4 على 5 من، أي يصير ضرب الكتب العلمية وهي 2 على 3. الآن سوف نقوم بالضرب المباشر، البسط في البسط والمقام في المقام، على النحو التالي: 4 ضرب 2 يعطي الناتج 8، وخمسة ضرب ثلاثة يعطي الناتج 15. والمقدار البسط، هذا البسط المقام مكتوب في أبسط صورة. إذا 8 على 15 من الكتب على القارئ الإلكتروني هي كتب الغاز. السؤال الأساسي صفحة 116، كيف يمكنك إيجاد ناتج ضرب كسرين اعتياديين؟ المثال التالي: التقطت عائشة صورا بهاتفها الذكي، خمسة على ستة منها صور حيوانات. ما الكسر الذي يمثل صور الحيوانات الأليفة من بين جميع الصور التي التقطتها؟ لاحظ أن ثلاثة على أربعة من صور الحيوانات هي صور لحيوانات أليفة. الحل أحبتي الطلاب، يجب أن نجد 3 على 4 من مجموع الصور وهو 5 على 6. لاحظ أن من نستبدلها بعملية الضرب، فيصبح السؤال 3 على 4 ضرب 5 على 6. هنا يمكننا الاختصار ما بين البسط والمقام وهو 3 مع 6، يمكننا الاختصار، ولكن هنا في هذا السؤال بالتحديد سوف أقوم بالحل المباشر: البسط في البسط والمقام في المقام يكون على النحو التالي: 3 ضرب 5 الناتج 15. أحسنتم. الآن 4 ضرب 6 الناتج 24. هنا حبيت الطلاب نقوم بالاختصار. إذا يمكن الاختصار إما في بداية السؤال أو في نهاية السؤال. هنا نقوم بالقسمة
على العدد 3 أحبة الطلاب، لأنه المضاعف العامل المشترك الأصغر ما بينهما وهو 3. 15 تقسيم 3 5، و24 تقسيم 3 الناتج 8. إذن 5 على 8 من بين جميع الصور هي صور لحيوانات أليفة. سؤال أقنعني أحب الطلاب، صفحة 116. 1/10 من صور الحيوانات الموجودة على هاتف عائشة هي صور قطط. اكتب جملة عددية وحلها لإيجاد الكسر الذي يمثل صور القطط من بين جميع الصور التي التقطتها. جميع الصور التي التقطتها وهي أحب الطلاب هي 5/6، منها طبعا سوف يكون صور حيوانات. لاحظ 10 أو 1/10 من صور الحيوانات، هذه صور الحيوانات ستكون الإجابة. إذن ما علينا سوى أن نضرب 1/10 ضرب 5/6، وهنا أيضا يوجد اختصار وتبسيط ما بين 5 و10، ولكن سوف نقوم هذه الخطوة في نهاية السؤال. إذن 1 ضرب 5 و10 ضرب 6، النتائج هي 5/60. يوجد اختصار بين البسط والمقام على العدد 5. 5 تقسيم 5 الناتج 1، و60 تقسيم 5 الناتج 12. يمكن التأكد من خلال القسمة المطولة أحبة الطلاب. ومن هنا أريد التنويه على الاختصار في بداية الحل أفضل حتى لا نلجأ إلى القسمة المطولة في نهاية السؤال. عبر عن فهمك أحبة الطلاب، صفحة 117. هل ناتج ضرب 3/6 ضرب 5/4 يساوي ناتج ضرب 3/4 ضرب 5/6؟ وضح كيف عرفت ذلك. هنا أحب الطلاب لا بد من إيجاد النتائج كل منهما للتأكد. نضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام، حيث 3 ضرب 5 15، 6 ضرب 4 24. هنا لا نريد التبسيط، فقط نريد توضيح أن هل النتائج متساوية أم لا. يلا أحب الطلاب، 3 ضرب 5 و4 ضرب 6، لاحظوا أن 4 و6 هي تبديلي. إذا النتائج هي أيضا 15/24، لاحظ النتائج متساوية، إذا سوف يكون نفس الناتج أحب الطلاب. سؤال طبق فهمك، طبعا أوجد كل ناتج ضرب، الأسئلة من 3 إلى 8، صفحة 117 أيضا. هنا في هذه الأسئلة أحبة الطلاب سوف نقوم بعملية الاختصار من بداية الحل أفضل حتى لا نقوم بعملية القسمة المطولة في النهاية. أحبة الطلاب قم بإيقاف الفيديو، حل بعض الأسئلة 3 و5 و7 مثلا، ثم عد لتكملة ومقارنة النتائج. أحبة الطلاب، إذن نبدأ بسؤال رقم 3. لاحظ الاختصار ما بين العدد 2 هنا في البسط و2 في المقام. هيا بنا نقسم على 2 الناتج 1، أقسم أيضا على 2 الناتج 1 أيضا. الآن 1 ضرب 1 1 و3 ضرب 1 3، إذا ثلث الجواب. لاحظوا أحبة الطلاب عند التبسيط أو الاختصار، إحنا هذا نفس المصطلح، نقوم بقسمة كل من العدد الموجود في البسط والعدد الموجود في المقام على نفس العدد، سواء كان 2 أم 3 أم 4 وهكذا، إذا نفس العدد. نأخذ مثال رقم 5 الآن. هيا أحب الطلاب، هل يوجد عدد مشترك ما بين 3 و10 أو 3 و4 أو 7 و10، 7 و4؟ طبعا لا يوجد عوامل مشتركة أو مضاعفات، لا يوجد. إذا سوف نقوم بالضرب المباشر، 7 ضرب 3 الناتج 1، أحسنتم، 21. أما 10 ضرب 4 فالناتج 40. لاحظوا مثال رقم 7، هنا يوجد اختصار أحبة الطلاب، نعم يوجد. لاحظ الرقم 2 مع 10، نعم يوجد اختصار، نقسم كل منهما على العدد 2. هيا بنا، 2 تقسيم 2 الناتج 1، 10 تقسيم 2 الناتج 5. الآن 4 ضرب 1 4 و5 ضرب 5 25. هيا أحبة الطلاب، مثال رقم 4،
لاحظ أن 1 على 4 و1 على 6 في أبسط صورة لا يوجد مشترك ما بينهم. نقوم بالضرب المباشر، 1 ضرب 1 يساوي 1، و3 ضرب 4 الناتج 12. أحبة الطلاب جاء دوركم، يلا أحبة الطلاب شوفوا مثال رقم 6، قم بإيقاف الفيديو، حاول تشوف المشترك، حل، ثم عد لمقارنة النتيجة. أحبة الطلاب لاحظ أن 11 والخمسة لا يوجد مشترك ما بينهما، لو كانت 12 في الأعلى بصير 12 وهنا 12، لكن ركز الآن بهذا السؤال. لاحظ المشترك ما بين 3 و 12، أحسنتم، وما هو العدد أحبة الطلاب المشترك ما بينهم؟ العدد 3، العددان يقبل القسمة على 3. إذا 3 تقسيم 3 1، 12 تقسيم 3 يعطي الناتج 4. نضرب البسط، 1 ضرب 11 11، و5 ضرب 4 20. أما في مثال رقم 8 أحبة الطلاب، هنا عاملان مشتركان، يمكن الاختصار ما بين 3 والـ5 والـ2 مع الـ4 على النحو التالي: 3 تقسيم 3 1، و9 تقسيم 3 3. الآن بين 2 والـ4، 2 تقسيم 2 1، و4 تقسيم 2 2. الآن 1 ضرب 1 1 و2 ضرب 3 يعطي الناتج 6. طبعا بعد الاختصار أحبة الطلاب سوف يكون الناتج في أبسط صورة. الآن طبق فهمك أحبة الطلاب صفحة 117، سؤال رقم 9، أن 5 على 6 من 3 على 7. هيا أحبة الطلاب، تكلمنا سابقا أن كلمة من نحذفها ونضع إشارة ضرب بدل منها. الآن أصبح السؤال 3 على 7 ضرب 5 على 6. لاحظ الأعداد المشتركة ما بين العامل المشترك ما بين 3 و6، وهو العدد كم؟ العدد 3، أحسنتم. إذا نقسم على 3 الناتج 1، و6 تقسيم 3 الناتج 2. الآن قم بعملية الضرب، البسط مع البسط والمقام مع المقام يعطي الناتج 5 على 14. في سؤال رقم 10 أحبة الطلاب كذلك الأمر، نقوم بتحويل كلمة من إلى إشارة ضرب. هنا لا يوجد اختصار أحبة الطلاب، لا يوجد اختصار بين 5 والـ9 أو 1 مع الـ9، لا يوجد. لذلك 1 ضرب 5 و9 ضرب 9 في المقامات، الناتج يساوي 5 على 81. هيك أحبة الطلاب وصلنا إلى الواجب المنزلي، حل تدريبات 1 و2 و7 صفحة 119، بالإضافة إلى حل الواجب الإلكتروني على موقع المدرسة. وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.